صباح الخير مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم ان شاء الله كنتواجد في بيم، بغيت نوريكم بعض التخفيضات في منتوجات بيم والمنتوجات الغذائيه. لعشاق القهوه كاينه في اي بي جولد، قهوه في اي بي جولد الثمن ديالها 22.93 درهم، يعني 23 درهم، كاين فيها بروموسيون. كاينين لي كابسول كذلك، هاد كوستا فيرت تاهي دايرين فيها بروموسيون، لي كيبغي لي كابسول 24.90 درهم. أما بالنسبة للشاي شعرة، كاين هاد النشوة 4011، دايرين ليه 15.90 درهم. كذلك الكونفيتور هذا ديال الفريز هو اللي كناخذ انا غير ب10 دراهم، لذيذ بزاف ومحلوش بزاف، مذاقه زوين غادي يعجبكم ان شاء الله ورخيص 10 دراهم. وبالنسبه للزيت 5 لتر ديال الراويه 56.50 درهم، دايرين فيها كذلك بروموسيون. هادي تا هي الكوش ديال بيم دودوت، سميتها دودوت. أو زيت العود أو زيت الزيتون المعصرة، سميتها المعصرة، تمن ديالها 37.90 درهم. هاد 3 ديال السويس كلهم من شركة بيم. والتمر السكري كما كتشوفوا كان 32 درهم ولا غير 19 درهم. هذا هو المكان اللي كيحطوا فيه التخفيضات ديال نهار الجمعة. هذه بيكالا بشيكليت، كاينين هاد السليفات، هادي بواطا ديال الفرامبواز مع التوت الازرق والفريز ب 18 درهم. البيض كذلك الصوفيه ولا ب 13 درهم. بلاطو ديال البيض هاد البلاصه اللي كتعجب الناس كاملين كبار وصغار، اللي هي بلاصه بيلوات. بالنسبه لهذا بيم ديال ازلي
هاي إلتك ثلاثة، وبالنسبة لهذا الشوكولات داير بحال نوتيلا سميتو بيربيلا، الثمن ديالو 19.90. وبالنسبة للسيرفيات بلوم 5 دراهم و50، وكذلك العسل 850 غرام، 850 غرام، الثمن ديالو 62.95. إذا كما قلت لكم هذا بيم اللي كاين في إيزيك 3 الحي الصناعي قرب مسجد عبد الله بن عباس، ومقابل مع مؤسسة البينات. وهادو شنطات وبواطة ديال المعلقات وفرشيطات.